وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله أم يجعل له ربي
صدى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى.